نهارتنا 20 جوان كانت سارة في لاكروبوليوم دو كارتاج بعنوان أونس إي فرانس ضمن أول نسخة لتظاهرة البيانيسيم اللي يشرف عليها أستاذ البيانو منتصر بن مسعود. تعرف هذه التظاهرة بالليجون تالون تاع البيانو، والنسخة هذه بالذات تعتبر احتفال بأونس برمضان لحصولها على الجائزة الثالثة في المسابقة العالمية كلافي كولوني 2017. من ضيوف السهرة كانت موجودة ياسمين عزيز عازفة الكمانجة والسوبرانو شيراز بن السلق. Uns.